بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب الخير جميعا. اليوم إن شاء الله بإذن الله الحديث هيكون تحت العنوان أبيض. الأبيض دي يا جماعة واحد من ضمن الكومبوننت اللي جدا جميلة، ودي خاصة بالفورم فاليديشن، مسألة تأكيد الفورم. طيب، بتشوفها في مواقع كتيرة، بتشوفها في أماكن كتيرة جدا، مجرد لمسها بشكل قريب بالسوشيال ميديا، فيسبوك لما تيجي تعمل حساب جديد عليه بتلاقي خانه اسمها الايميل. لو كتبت له الايميل مثلا ما فيهوش ات ولا كتبته غلط، يقول لك لا خد بالك الايميل بتاعك مش مظبوط، من فضلك اكتب لي فاليد ايميل. هو عرف من فين فاليد ايميل ده بالظبط يا جماعه؟ اسمه فورم فاليديشن. هو حضرتك بتحاول تتاكد من صحه الداتا اللي بيكتبها اليوزر قبل ما تروح قبل طبعا ما تروح وتركب المواصله وتتسكن في الداتا بيز على السيرفرز وهكذا. طيب سي، ايه اللي حضرتك محتاجه؟ حضرتك محتاج فورم. انا ادرجت فورم يا جماعه، والكلمه المفتاحيه علشان ننشط البلوجين ده راح نضيف داتا ابايت. البلوجين اسمه داتا ابايت، هنحطها مع الاليمنت الفورم بتاع اتش تي ام ال. متفقين؟ جميل جدا، اوكي. وبعدين انا رحت ادرجت جريد، دخلت على الجريد بتاعي وقلت له عايز رو ب 12، ورحت جاهز وفردت الليبل. تمام، العناصر دي طبعا مش جديده، اتعرفنا عليها قبل كده. في الليبل بتاعي يا جماعه نركز، بالله ربنا يستركم، انا راح ادرج اربع حاجات جوه الليبل. جوه الليبل ده راح ادرج اربع حاجات. حديث النهارده بشكل مفصل عن نمبر ريكواير، دي النقطه اللي انا هعمل فوكس عليها في اول اليمنت من الفورم فاليديشن او المكتبه ديت او الداتا ابايت دي. ماشي، ايه اول حاجه؟ اول حاجه النص اللي راح يظهر فوق الانبوت بوكس. تماما، انا دي الكلمه اللي راح تظهر فوق الانبوت بوكس. يعني انا هقول له مثلا انتر يور ونفرض ناشونال اي دي بليز، من فضلك اكتب لي الناشونال اي دي بتاعك. اوكي، جميل. لو انا عملت كنترول اس طبعا مفيش فرق، مش هتلاقي دي الكلمه اللي راح تظهر فوق الانبوت بوكس. السبب في وجودها جوه الليبل، او اني انا بحط كل الكومبوننتس بتاعي جوه الليبل عشان اكسب الفكره بتاعت لما اضغط على الـ على الـ على الكلمه الماوس اوتوماتيكالي ينزل لي على الانبوت بوكس بتاعي. جميل. وبالمناسبه فالعنصر الثاني بيكون عباره عن الانبوت بتاعك. ممتاز، الانبوت. طيب ماشي، انا شغال على اهو، انا المعنى واضح، انا عايز الرقم القومي بتاعه، انا بتعامل مع رقم يا جماعه. تمام، يبقى الانبوت بتاعي هيكون من نوع تكست، وادي اول مفارقه في الكلام، احنا بنتعامل مع ارقام. إيه طيب ليه بنحط الطيب من نوع تكست؟ طب الموضوع ده ليه اكتر من بعد واكتر من جانب. اول جانب عايز اركز عليه فيه اني انا لما بحب اصرح او اعرف انبوت من نوع نمبر، فانا محتاجه عشان حاجه سبيسيفيك خاصه بنوع، ربما في المستقبل اجري عليه عمليه حسابيه. ده هي الجانب، حضرتك عايز الانبوت ده ليه؟ طيب، بمناسبه الحديث او التصريح عن استخدام الانبوت من نوع تكست في الناشونال اي دي، انا مش عايز اجري عمليه حسابيه عليه، انا كل فكرتي اني اخد الناشونال اي دي ده اخده وارميه في الداتا بيز بتاعي. تمام، فانا مش محتاج اجري عمليه حسابيه، ففضلا بستخدم انبوت من نوع تكست. ده هي الجانب. تقول لي طيب ما انا في بالي سؤال مش يعني عايز اساله دلوقتي على طول، ايه هو؟ طيب حضرتك لما بتيجي تكتب من نوع تكست وعايزه حضرتك محدد نوع تكست وعايزه يكتب فيه الرقم القومي، طب ما هو ممكن يستذكى ويكتب لك اي مجموعه من الارقام. هقول لك ده اللي احنا هنحاول نقصره ونشرحه دلوقتي. جميل، ده السبب ان انا بنستخدم انبوت من نوع تكست، لاني هحاول اركب عليه شرط علشان اليوزر ما يدخليش غير تكست بس. ده هي الجانب. طيب ماشي، الجانب الثاني موضوع الفكره بتاعت، طب انا عايزه يدخل لي جوه الانبوت ده اللي هو تكست رقم بس، ها احلها ازاي؟ هتحلها بخاصيه اسمها باترن. باترن يساوي، وهتدي لها القيمه نمبر.
طيب ديت في مكتبه الداتا يا جماعه، في مكتبه الفاونديشن فريم ورك. تمام، هو بيديني مكتبه من الباترنز زي كل التولز اللي احنا اتكلمنا عنها في الفورم فوق، الساعه والتاريخ والاسبوع واليوم والكلام ده، بتلاقي حاجات ليها في نفس المكتبه دي، بس الادق والادعى ان انا استخدم العنصر العناصر نفسها او انواع العناصر نفسها. يعني وقت ما اكون عايز ساعه اخلي الانبوت ساعه، وقت ما اكون عايز تاريخ اخلي الانبوت تاريخ، ما اعتمدش على المكتبه بتاعه الباترن دي. تمام، لكن انا ركزت عليها دلوقتي لاني عايز اكسب انا مش هجري عمليه حسابيه على الانبوت من نوع نمبر، فعشان كده قلت له انبوت من نوع تكست ورحت علقت الشرط ب باترن نمبر. ده يا جان. اوكي، النقطه الثانيه، واحنا ماشيين هنشيك على موضوع ريكوايرد، انا عايزه يكون مطلوب اي حاجه في الفورم محتاجها تكون مطلوبه وما ينفعش اليوزر يسيبها فاضيه، فبتعلم عليها بالكيورد والبلاجن والكلمه المفتاحيه اللي هي عباره عن ريكوايرد. متفقين؟ ده يا جان. ممتاز. الجانب الثاني خاص ببليس هولدر، وبليس هولدر واحده من الحاجات اللي مش جديده علينا واللي احنا تقريبا شفناها قبل كده. تمام، ده النص الافتراضي اللي راح يظهر، وانا مثلت له بمجموعه من الارقام، انا طبعا كتبت ارقام عشوائيه من عندي، انا بحاول امثل تمثيل يا جماعه. الجانب الثاني واللي برضو اتكلمنا عنه قبل كده كان بخصوص داتا ديسكرايبد باي. تمام، وفيها انا هكتب مثلا هيلب تكست داتا ديسكرايبد باي، ديت المفروض انها تكون بعد شويه مربوطه بنص شارح، نص هيشرح لليوزر ان هو الطريقه او ده عباره عن ايه، فعلشان كده ده اللي هيدخلني في الحاجه الثالثه اللي هي المفروض تكون الحاجه الرابعه، فانا هسيب مسافه للحاجه الثالثه واحاول اكتب النص اللي راح يظهر علشان احاول ايسر على المستخدم من ان هو يفهم ده عباره عن ايه. انا قلت له فوق انتر يور ناشونال اي دي، هو طب يعني هو مش عارف ايه الناشونال اي دي، فبقول له والله ان الناشونال اي دي ده عباره عن كذا كذا كذا، هبتدي اكتب له نص شارح مثلا this is your او انا هقول له this is consist of 14 number، اقول له ده بيكون من 14 رقم. تمام، اوكي، الجانب دايت انا هحاول اربطه بالداتا ديسكرايبد باي يا جماعه، وعايز اخليه ستايل شارح، يبقى عايز اعمل له حاجتين، اربطه واخليه ستايل شارح. طيب الستايل بتاع الشرح بيساوي ايه؟ ده في مكتبه البرنامج اكزاكتلي او في مكتبه الفاونديشن اسمه هيلب هايفن تكست، اللي هو يبقى مايل شويه، واحنا شفنا النقطه دي قبل كده. الناحيه الثانيه عشان اربطه بالبتاع فانا محتاج اكزاكتلي محتاج اي دي، والاي دي ده هيساوي نفس قيمه الداتا ديسكرايبد باي، فانا هاخده كوبي واحطهم جوه الاي دي. ادي كنترول في وكنترول اس ونشوف احنا عملنا ايه كده حتى الان. بريفريش، ادي الجانب انتر يور مش عارف مين، لو ضغطت عليها، لو انا ضغطت عليها بيجيب لي الليبل البوينتر جوه والفوكس، وادي النص الشارح بتاعي والكلام كله كوبي، وده البليس هولدر بتاعي. ممتاز، إيه؟ انت كلامك زي الفل 100 100. طيب فين الفاليديتور؟ فين الشروط؟ طيب ماشي، انت بتقول لي هو ممكن يكتب ارقام بس، طب انا اهو بكتب لك اي حاجه في اي حاجه، وعملت تاب اهو يا جماعه. دي اول نقطه، انا انت لما بتيجي بتعمل تاب ده بقى انت هتروح لمركز ثاني لنقطه ثانيه، فهو بيدي لك الستايل بتاع الاليرت ده، الستايل بتاع الاليرت ده دلوقتي حالا سببه ان حضرتك ما وفيتش بالشرط بتاع باترن نمبر. تمام، انت ما دخلت اللي هوش نمبر. متفقين؟ تمام، اوكي، في الحاله اللي جايه دلوقتي على طول، والكلام هيمشي مع كل الحالات اللي جايه، احنا حاولنا نطول في وقت الحلقه دي علشان بس نحاول نقصر المفهوم اللي راح يتكرر معانا في كل بقيه العناصر اللي جايه. طيب انا عايز استايل الكلام ده بطريقه خاصه بيا انا، مش هينفع معايا اللون الاحمر ده، و لا انا عايز الكلام ده يبقى، انا عايز اقول له رساله معينه. تمام، الفاونديشن بيدي لك الكنترول ده، بيدي لك الابيليتي ديت يا جماعه بكلاس جميل جدا، الكلاس ده اسمه فورم ايرور. تمام، فانا عايز اركب الكلاس ده، هركبه في اسبانيا يا جماعه. تمام، انا مش عايز ادرج داتا تكون ظاهره، فانا هركبه في اسبان، وهدي له الكلاس اللي انا كنت بقول عليه من شويه اسمه فورم هايفن ايرور.
طيب جوه النص ده يا جماعه، جوه الفورم، جوه الاسبان ده، المفروض تكتب الرساله اللي راح تظهر في حاله عدم استيفاء الشروط الخاصه بالانبوت ده سبيسيفيك. تمام، حضرتك عايز ايه في القصه دي؟ حضرتك عايز تقول له نص الرساله. هو ممكن يعمل حاجه من اتنين، نص الرساله في المشوار ده انه ممكن يسيبه فاضي، فحضرتك عايز تقول له من فضلك ما ينفعش تسيبه فاضي. النقطه الثانيه اني ما ينفعش تدخل فيه حاجه غير الارقام، فده نص الكسر بتاعك، الحاجه اللي هي الرول اللي ممكن تتكسر، ده اللي انت كاتبه في شروطك. انت في الاول بتقول له باترن وبتقول له ريكوايرد، انت بتقول له باترن من نوع نمبر وبتقول له ريكوايرد. يبقى لو في حاله انه مش هتفرق بقى، انت في نص الاستجابه بتاعتك للخطا هتدمج ما بين الاثنين، من فضلك ما تسيبهوش فاضي، ومن فضلك حاول تكتب فيه رقم ومش اي حاجه غير الارقام. تمام، this can not be empty and must have numbers only. تمام، ده نص الرسالة. بصراحة الكلام ده أنا بكتبه في مخيلتي، بس أنا بحاول أوضح للناس الفكرة بتمشي إزاي. يعني مش حضرتك مش هترغي في الكلام ده في الفرن، بس أنا بحاول أستخدمها بشكل ربما شارح أكتر شوية لفكرة الموضوع لو أنا عملت ريفريش. تمام، أوكي، ساعة ما أنا أكتب حاجة بره الرول وأعمل تاب، أدي النص بتاعي this cannot be empty and must be have numbers. لو أنا عملت ريفريش بقى ورحت جيت كتبت حاجة ورحت ماسحها وعملت تاب، او جيت انا كتبت حاجه من نوع معين ومسحتها، هي موضوع اني انتقل للنقطه الثانيه مش هب... ماشي مش هتبان دلوقتي يعني، بس ماشي اوكي الله المستعان. لو انا حاولت امسحها واعمل تاب، نفس السيناريو اهو، انا كتبت حاجه وعملت تاب هيديني الفكره، لو انا مسحتها وعملت تاب نفس السيناريو. يعني انت ما ينفعش تسيبه فاضي وما ينفعش يحتوي على اي حاجه غير ارقام، فلو كتبت ارقام وعملت تاب فبالتالي كده الرول بتاعك المفروض انها صحيح. الجانب ده الجانب زي اكسسبيليتي للمستخدم، بتحاول تسهل عليه مساله ان هو يقرا الكود بتاعك. اسف جدا على الاطاله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.